اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي. ترند الاهلي هنستعرض عدد من الاخبار والتقارير اللي موجوده من خلال محتوى السوشيال ميديا، لان انا عارف الساعات الاخيره كان في كلام كتير قوي في ظل ان الاجنده الدوليه وفي ماتشات للمنتخبات، فبالتالي الاخبار كانت كتيره جدا وكان في اجتهادات عديده جدا. نبدا مع بعض من الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، نشروا فيها تصريحات للاستاذ خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق المتجهه الى السودان. قال ان السفاره المصريه بتقوم بجهد كبير لتسهيل رحله الاهلي للسودان، واشاد الاستاذ خالد الدرندلي امين الصندوق بجهود السفاره المصريه في الخرطوم ودورها الكبير، وقال ان السفاره المصريه بتقوم بدور كبير جدا لتسهيل مهمه ابناء الرداء الاحمر قبل مواجهه المريخ على ملعب الجوهره الزرقاء في الجوله الخامسه. قال تواصلت مع السفير حسام عيسى السفير المصري في الخرطوم وتحدثوا في كل شيء المتعلق بالأمور التنظيمية وموعد المباراة وإمكانية حضور جمهور من عدمه، الصحافة السودانية، الترتيب كمان للتدريب الرئيسي على ملعب المباراة في ظل إن في مباراة قبلها ب 24 ساعة على نفس الملعب، مباراة الهلال وصن داونز في إحدى مباريات المجموعات الأخرى في دوري أبطال إفريقيا. هو الأمر بالمناسبة مش غريب لأنه بيحصل في مصر، ممكن الأهلي والزمالك بيلعبوا في برج العرب، ممكن الأهلي يوم الجمعة والزمالك السبت، فبيتم التنسيق إن الفرق بتعمل تدريباتها الرئيسية سواء تحديدا الفرق اللي هي اللي تضيف على الفريق المستضيف بتتدرب على الملعب قبل المباراة ب 48 ساعة. فالطبيعي إن النادي الأهلي هيتمرن يوم الخميس الساعة 3 وصن داونز بالمناسبة هيتمرن على نفس الملعب الساعة 6، لأن يوم الجمعة هيكون الملعب طبعا مشغول بإقامة مباراة الهلال وصن داونز. كمان الفريق ان شاء الله هيخوض مرانه الاخير غدا الساعه 10 صباحا قبل ما يغادر الى مطار القاهره الساعه 4 عصرا، وهيكون ان شاء الله في رحله سفر لن تستمر اكتر من ساعتين ثلاثه للوصول الى السودان. طبعا فكره سفر الاهلي بطائره خاصه في كل المباريات الافريقيه ده لموضوعين او لحاجتين مهمين جدا. اول حاجه حرصا على طبعا سلامه اللاعبين في مساله الاجراءات الاحترازيه عشان ما يكونش في اختلاط بالجمهور او الافراد اللي موجوده في رحلات الترانزيت، لان انت عارف طبعا الرحلات الافريقيه بيبقى فيها ترانزيت في عدد من الدول، فبالتالي يكون الافضل ان يكون في طياره خاصه عشان ما يكونش في اختلاط وعشان تطبق مبدا الاجراءات الاحترازيه. الحاجه الثانيه هي متعلقه بقى باختصار الوقت في رحله السفر، ممكن ده ما يكونش متعلق بالسودان لان السودان طبعا قريبه مننا، لكن بيبقى مهم جدا في سفرات اخرى سواء في تنزانيا او في الكونغو الديمقراطيه، ولسه طبعا مع المشوار الافريقي هيكون في سفر لعدد من الدول في رحلات ممكن تستمر لو مش طياره خاصه اكتر من 10 12 ساعه، لكن الطياره الخاصه بتختصر الوقت وفي نفس الوقت بتبعدك عن اي اجراءات او في اختلاط مع الجمهور او اي حد موجود في المطار تطبيقا لمبدا الاجراءات الاحترازيه. طيب الحساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر قال تقارير انجليزيه بتشير الى امكانيه رحيل بيتسو موسيماني عن الاهلي. صحيفه 442 الانجليزيه او 442 الانجليزيه قالت ان موسيماني الانسب لتولي منتخب بلادي بعد الفشل في التاهل لنهائيات امم افريقيا في الكاميرون. كلنا طبعا شفنا وتابعنا مباراه السودان وجنوب افريقيا في الخرطوم وكانت مباراه فاصله، السودان كان لازم يكسب. بعد المباراه مباشره وخروج جنوب افريقيا من مرحله التاهل الى كاس الامم الافريقيه، كل وسائل الاعلام في جنوب افريقيا كانت بتطالب بتولي بيتسو موسيماني تدريب البافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا خلال الفتره القادمه. لكن انا هقول لكم خبر رسمي وموضوع مؤكد بعد اتصالات اجرتها مع المسؤولين في جنوب افريقيا خلال الساعات الاخيره، لم يطرح هذا الموضوع على مائده الاجتماعات وطاوله المفاوضات بالنسبه لاتحاد جنوب افريقيا. هو اهتمام اعلامي وجماهيري ببيتسو موسيماني كافضل مدربي جنوب القاره الافريقيه او افضل مدربي جنوب افريقيا انه يقود منتخب بلده في الفتره القادمه في ظل نتائج متراجعه بالنسبه للمنتخب، لكن على الصعيد الرسمي لم يحدث اي مفاوضات وبيتسو موسيماني مستمر مع النادي الاهلي حتى نهايه تعاقده اللي لسه مستمر لموسم اخر خلال الفتره القادمه. ده خبر رسمي باكد لكم لم تحدث اي مفاوضات او اتصالات بشكل رسمي، لكنه طلب جماهيري وطلب من كل وسائل الاعلام تقديرا لقيمه ومكانه بيتسو موسيماني كافضل مدربي القاره الافريقيه وايضا بصفته جنوب افريقيا ويكون هو الافضل بالنسبه لهم في الفتره القادمه. طيب هل الموضوع توقف عند هذا الامر؟ لا، كمان الحساب الرسمي للأهرام على تويتر تناقل بقى هذه الأخبار والمعلومات اللي موجودة في صحف جنوب إفريقيا وأيضا كمان الصحيفة الإنجليزية 442 اللي كتبت عن هذا الأمر، تعرف على حقيقة رحيل موسيماني من تدريب الأهلي. طبعا بيتسو موسيماني لن يرحل عن تدريب الأهلي ولديه الكثير من الطموحات لتحقيقها مع الفريق خلال الفترة القادمة، وما زال زي ما قلت لكم لسه متبقي موسم آخر في عقده بخلاف الموسم الحالي، وان شاء الله باذن الله مع نهايه الموسم الافريقي كمان يكون فيه استمراريه بالنسبه للمرحله القادمه بعد البدايه الموفقه في اول 5 شهور من تولي بيتسو موسيماني تدريب النادي الاهلي منذ اكتوبر الماضي.